السلام عليكم، عليكم السلام، ازيك يا محمد؟ ازيك يا ناس؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. الجزء المرة اللي فاتت تمام ولا في حاجة صعبة؟ لا تمام، تمام. طيب انا بس هبعت لفرح الزياد يدخله وهنبدأ على طول. هو بس في النيتريت اه اللي هو لما عملنا هيت للصوديوم نيتريت، تمام وهي هتطلع NO NA NO2 بلس الO2. اه تمام صح. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا فرح؟ الحمد لله، احنا كاملين ايه؟ تمام كمل يا محمد، كنت بتقول ايه؟ انا بقى دلوقتي المفروض ان انا ازود رقم عشان عشان تظبط الاكويشن. انت مش فاهم الرقم ده صح؟ فانا ما فهمتش ليه حطينا 2. يعني احنا لو حطينا 2 هتطلع طيب مش هتظبط برضه. انا هقول لك ثانية واحدة. بص يا محمد، انا عندي الاكويشن بتقول ان انا عندي صوديوم نيتريت، نيتريت سوري، اللي هو NaNO3، فانا هعرضه للهيت فيحصل له thermal decomposition فيديني صوديوم نيترايت اللي هو NaNO2 ومعاها اكسجين جاز اللي هو O2. كل اللي انا هعمله ان انا هشوف الالمنتس اللي دخلت كام واللي خرجت كام، فهعملها بالشكل ده عشان ما اتلخبطش. انا دخل عندي Na ودخل N ودخل O، فاكتبهم، هكتب كل اللي دخل اوكي، تمام. واكتب العدد اللي دخل والعدد اللي خرج. هو دخل كام Na واحد وخرجت كام؟ ون تمام. دخل كام ان؟ ون برافو. وخرجت؟ ون برافو. الاو بقى ثري وخرجت فور. بالظبط، يبقى هي المشكلة كانت في الاو، خرجت 4. انا محتاجة ازود ال 3 ديت اخليها توصل ل 4. انا مش هينفع ان انا اجمع، ما ينفعش اعمل بلس 1 مثلا، ما ينفعش اعمل حاجة كده. فانا كل اللي هقدر اعمله ان انا هعمل تايم 2، ده اقل رقم ممكن اضرب فيه يعني. فلما ضربت ديت في 2 انا ما فيش حاجة عندي فيها اكسجين بره غير المركب ده كله، فحطيت ال 2 هنا، فكده بقى عندي كام او 6 تمام، بقى عندي 6. يبقى انا برضو كده بقيت محتاجة اغير الفور ديت واخليها برضو 6. طيب اشوف حاجة تانية، انا المفروض ان انا كمان بدل ما كان عندي واحدة ان ايه بس، بقيت كام؟ 2 ان ايه 2 يعني ان ان ايه، والان 2 برضه 2 برضو. يبقى انا محتاجة اغير الان، الان ايه والان والاو، فهحط هنا 2، يعني هضرب كل ده في 2 تايمز 2 تايمز 2، وهضرب الكومباوند ده بس تايمز 2، فهلاقي ان خرج عندي فعلا 2NA، فدي خلاص اتظبطت. 2N فدي خلاص اتظبطت. ال O بقى خرجت كام؟ 4 2 في 2 مش فيه هنا 2، تمام كده. وال2 دي هتتولد كده عليه، 4 يبقى 4 بلس التول اللي بره 6 بالظبط، يبقى كده اتظبط بقيت 6. فهمتها ولا مظبوط. قلت تاني؟ لا لا فهمت. تمام. فرح، في حاجة صعبة في الجزئية اللي فاتت تحبي نعيدها تاني؟ لا أنا تمام. تمام. هنفتح الكتاب. احنا بس هنبدأ في التاني. طيب عندنا اللي هو ال substitution reaction.
انا عندي اول تايب كان الثيرمال ديكومبوزيشن، واخدنا فيه الميتال، الثيرمال ديكومبوزيشن للميتال اوكسايد والميتال هيدروكسايد وال محمد خرج ولا ايه؟ هو محمد خرج من الميتنج ولا دخل تاني؟ لا لا هو دخلت تاني. طيب اوكي. والثيرمال ديكومبوزيشن للميتال كاربونيتس والميتال سلفيتس والميتال نايتريت. خليني كده اسالكم كام سؤال في الجزء اللي فات عشان نبدا في الجزء ده. كان الميتال اوكسايد اللي عندنا الاكزامبل كان الميركوري اوكسايد. الميركوري اوكسايد كان الكالر بتاعه ايه؟ تاني الكالر الكالر بتاعه كان ريد. برو. ولما كان داخل في الثيرمال ديكومبوزيشن كان بيديني كالر لونه ايه؟ بلاك لا الميركوري اللي بيبقى لونه ايه؟ بلاك سيلفر سيلفر. سيلفر. طيب بعد كده كان عندنا الكوبر كربونيت. الكوبر كربونيت اللي هو CU OH باي 2 كان لونه ايه؟ هو مش ده الكبر هيدروكسيد؟ سوري كوبر هيدروكسيد معلش سوري كان لونه ايه بقى؟ بلو بلو برو. برافو. ولما كان بيحصل له ثيرمال ديكومبوزيشن كان بيديني لون ايه؟ بلاك. بلاك اللي هو كوبر اوكسايد بلاك. تمام. كوبر كربونيت يبقى لونه أخضر. برافو كان ده جرين كولر كان برضو بيديني لون ايه؟ بلاك يو او بلاك برو. بعد كده الكوبر سلفيت. بلو تمام كان بيديني بلاك بلاك برو بلاك. اخر حاجة الصوديوم نيتريت وايت يلد برو كان بيديني ايه؟ يلش يلو شوية. يلبس برافو عليكم. طيب نراجع الجازس كمان معلش اللي كانت بتطلع قبل ما نبدأ في الجديد. هنا كان بيطلع معايا تمام. جاز ايه؟ أول واحدة اللي هي الصوديوم نيتريت بيطلع معايا جاز اللي هو ايه؟ الأكسجين. برافو. الكوبر سلفيت سلفر ترايكسايد دي ده جاز. سلفر تريوكسيد برافو اللي هو SO3. طيب الكوبر كربونيت كربون دايكسايد. اللي هو كنت بعرفه منين الكربون دايكسيد كان بيعمل ايه؟ يعني كان بيعمل ايه؟ يعني بيعمل ايوه ايه يعني ايه؟ قولي صح كنت هتقولي كنت يعني اقول ان هي كان بي evolve. ايفولف. فبيعمل ايه لو انا يعني مثلا انا هعرف منين ان ده كربون دايوكسيد مثلا مش اكسجين؟ هو كان بيعمل كلمة كده غريبة clear lime water. ايوه turbid the lime water اوكي لازم نعرفها الكلمة دي turbid يعني بيعكر لايم ووتر يعني ماء الجير. اوكي طيب ال CuOH باي 2 اللي هو الكبر هيدروكسيد كان بيطلع ايه؟ كان بيطلع ووتر فيبر. بروب. وال ميركريك اوكسيد أوكسجين. اكسجين بروب. تمام ندخل بقى على الجزء الجديد بتاع المرة دي اللي هو بيتكلم عن substitution reaction. وال substitution reaction ده في منه simple وفي منه double.
هنحاول، لان انتوا لو مستوعبين معايا الدنيا هتعدي معانا وهناخد النوعين مع بعض. السامبل سبستيتيوشن رياكشن في حاجه واحده بس بدخلها، واللي هي بتكون ميتال. يعني انا الثري اكزامبلز اللي عندي ان انا بدخل ميتال، ميتال بدخله على كومباوند، ايا كان بقى الكومباوند ايه. فمثلا الكومباوند في اول اكزامبل هيكون الووتر، فالميتال ده هياخد مكان الهيدروجين في الووتر، مش الووتر H2O، أيوة. الميتال هياخد مكان اتش منهم. نفس الكلام في تاني اكزامبل، الميتال سبستيتيوت ذا هيدروجين اوف ديليوتد اسيد. انا عارفه ان اي اسيد لازم يكون فيه هيدروجين، فالميتال هياخد مكان الهيدروجين بتاع برضو الديليوتد اسيد. اخر اكزامبل ان الميتال هياخد مكان انذر ميتال، بس المره دي هيكون في سول سوليوشن. ده بالنسبه للسامبل سبستيوشن. الدبل بقى لما نجيله نبقى نقول هناخد فيه ايه. البداية ان انا عندي ال substitution reaction. اول حاجة ال substitution reaction ده طبعا occur when there is an active element، لما يكون في element ال activity بتاعه او النشاط بتاعه بيكون اكبر من ال activity بتاع الميتال التاني، فعشان كده بيقدر ياخد مكان. طب الاكتيفيتي دي انا بحددها على بناء على ايه؟ بناء على حاجه كنت اخدتها في بريب 2 اسمها كيميكال اكتيفيتي سيريس، وممكن ان احنا نختصرها ب سي اي اس. كيميكال اكتيفيتي سيريس دي بتبقى عباره عن الشكل ده بالظبط. الشكل ده بيبقى فيه الديسندنج اوردر، ترتيب من الكبير للصغير، يعني ديسندنج اوردر according to the degree of chemical activity، على حسب الكيميكال اكتيفيتي بتاع كل الاليمنتس اللي موجوده ديت. فهلاقي ان اكبر اليمنت في الكيميكال اكتيفيتي هو البوتاسيوم، وبعديه على طول الصوديوم، وبعديه الباريوم. فكده اقدر اقول ان الكي يقدر يعمل سبستيتيوت للصوديوم، والان ايه تقدر تعمل سبستيتيوت للباريوم، والباريوم يقدر ياخد مكان الكالسيوم، وهكذا. ده دي انا بتتحفظ؟ عايزاكم بتقول حد بيسأل حاجه، دي بتتحفظ؟ كنت لسه هقول، انا عايزاكم اهم حاجه تحفظوا، اهم حاجه نحفظ اول اتنين مثلا نحفظهم كده، ان البوتاسيوم بيبقى اكبر من الصوديوم، بس اهم حاجه يتحفظوا اللي تحت الهيدروجين. ليه؟ لان انا كده هعرف ان اي حاجه تحت الهيدروجين ما تقدرش تاخد مكان الهيدروجين، وانت اغلب الامثله اللي عندك في اللي هو السمبل سبستيتيوشن على الهيدروجين تحديدا، فانا اي حاجه تحت الهيدروجين ما تقدرش تاخد مكانه. يعني السي يو لو دخلت مع كومباوند فيه اتش ما تقدرش تاخد مكانه، الاتش جي لو دخلت مع كومباوند فيه اتش ما تقدرش تاخد مكانه. بمعنى اصح الكوبر والميركوري والسيلفر والبلاتينيوم والجولد بيسموهم في العربي، يعني بيسموهم عملات معادن العمله او فلزات العمله، لان هم كلهم بيستخدموا في العمله، النحاس، فضه، الحاجات دي بتستخدم في العمله او في الكوينز يعني. فهي كوبر، ميركوري، سيلفر، بلاتينيوم، جولد. هتلاقي اغلبهم برضو ممكن نستخدمهم في الاكسسوارز، يعني حاجات سهلة غير اللي فوق. تمام، تمام. ندخل بقى على اول اكزامبل عندي اللي هو سبستيتيوشن رياكشن، السيمبل سبستيتيوشن رياكشن تحديد. زي ما قلت لكم السيمبل ده انا ببقى مدخله element لوحده كده ومع كومباوند، فالإليمنت ده بياخد مكان حاجة في الكومباوند ده وبيطلع الحاجة التانية لبره لوحديها، زي كده A plus B و C، فال A أخدت مكان ال B وطلعتها هي لوحدها بره. أول حاجة عندي الميتال substitute the hydrogen of water، أنا بدخل أي ميتال مع الووتر، فبيقدر الميتال ده ياخد مكان ال H بتاعة الووتر، بس شرط ان ما يكونش الميتال ده حاجة من اللي هي ولا كوبر ولا سيلفر ولا جولد ولا بلاتينيوم ولا الحاجات اللي احنا شفناها تحت الهيدروجين دي. طيب هنعمل ايه؟ بنجيب ال steps بتاعتنا ان احنا هنجيب small piece of sodium. طبعا الصوديوم ده ما كانش من ضمن اللي هم تحت، ده كان فوق خالص، فبالتالي هو more active than الهيدروجين. طبعا جبنا البيس اوف صوديوم ديت باستخدام طبعا تانكس اند جلاس ووتر، و
خلينا touch the glass water carefully after ending the reaction. بعد ما سبناها في الووتر نلمس بس الكاس اللي فيه الووتر ده بحرص شديد. هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ اولا ان الصوديوم ده burns with a pop sound، وهقول لكم ليه طلع البوب ساوند ده. الصوديوم لقيناه اتحرق بصوت فرقعة كبير، كأنه explosion، كأنه انفجار. في نفس الوقت انا لما لمست الجلاس بتاع الووتر لقيته بقى سخن او دافي شوية. الكونكلوجن اللي انا استنتجتها ان كده حصل فعلا رياكشن ما بين الصوديوم والووتر، فالصوديوم اخدت مكان الووتر، فطلع لي جاز اللي هو الهيدروجين جاز. طلع بره، طلع بره. لما طلع بره الهيدروجين جاز ده لما بيكون فيه هيت بيحصل له ان هو burn with a pop sound، كأنه بيتحرق بصوت فرقعة كبير. فبالتالي ده يعني استنتاجا للي انا شفته، انا شفت ان في حصل صوت فرقعه، ما حدش بيعمل كده غير الهيدرون. يبقى كده الهيدرون فعلا طلع من الووتر وبقى لوحده، وتكون عندي ايه؟ تكون عندي صوديوم هيدروكسيد اللي هو بيكون الكالي. يعني تعالوا بقى نكتب المعادله احنا لوحدين. انا عندي ميتال اللي هو الصوديوم بلس الووتر، صوديوم ان ايه والووتر OH H2O، جدو معلش H2O اللي هي تتكتب يعني اللي هي H2O و H كمان، هكتبها لكم بس كده بس عشان تبقوا عارفين يعني انا هعمل ايه. اللي هيحصل يا شباب ان ال NA ده هياخد مكان H من الجروب ده، يعني هياخد مكان H واحدة منهم، فهيطلع عندي ايه؟ هحوش ال H دي واحط ال NA مكانها، يبقى يطلع ايه؟ يبقى ان اي اتش او يبقى ان ان اي او اي اتش او اتش ماشي ماشي ان اي او اتش اللي هي اسمها ايه؟ لو قلت لكم سمولي الكومباوند اللي طلع ده تقولوا ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك الناس بدأت 8 صح؟ اوه معلش اتأخرت. تمام، ولا يهمك. احنا كنا لسه بنبدأ في ال substitution reaction، عملنا بس revision سريعة على اللي فات وبدأنا اهو في ال substitution reaction. اه كملوا يا شباب. تمام. هيطلع معايا ال compound ده اقدر اسميه ازاي؟ فاكرين التسمية اللي انا كنت بكتب فيها الاسم وبعدين اكتب الفورمولا؟ انا بقى المرة دي عندي طبعا اسم وعايزة اطلع صوديوم الاسم. هيدروكسيد برافو عليكي، ده صوديوم واللي جنبه جروب اللي هي الاتوميك جروب اللي اسمها هيدروكسيد، فهيبقى صوديوم هيدروكسيد. يتبقى ايه؟ ما طلعش من الرياكشن الاتش اللي لوحدها صح، أي فهطلعها لوحدها بالشكل ده. بس الاتش ما ينفعش تتكتب اتش بالشكل ده، لازم تتكتب اتش 2 زيها زي الاكسجين، يعني هي دايما داي اتوميك، ما بتعرفش تقف لوحديها في رياكشن. طيب تمام نوزن بقى المعادلة عشان نشوف احنا بنوزن ازاي. انا دخل عندي ان ايه يا محمد، ودخل اتش ودخل او، اقسم الصفحة بالشكل ده. دخل كام ان ايه one وخرج one one صح 1، والاتش وال h one لا ركز لا ايه مش two 2 وخرجت عد كل اللي خرج كده. three برافو 3، يبقى دي كده انا محتاجه اظبطها. الاو دخلت كام؟ one خرجت one برافو، يبقى انا كده عندي ال 2 ديت عايزه اخليها ايكوال 3 او بالعكس، يعني المهم ان انا اظبطها. زي ما قلنا اقل رقم ممكن اعمله تايمز اعمل تايمز 2 واجرب، هعمل هنا تايمز 2. بقت الهيدروجين عندي دخلت كام؟ four 4. انا لو عملت هنا تايمز 2 فهتبقى برضو 2 ديت مع ال H 2 هيدروجين بلس ال 2 اللي بره، يبقى كلهم كام؟ يبقى فور فور يبقى انا كده ظبطت الهيدروجين.
في حاجة تانية باظت مني، اللي هي ايه؟ ان ايه؟ الان ايه بقت خارجة 2، بس هي اوريدي كانت داخلة 1، فاعمل في اللي داخلة دي تايمز 2 واكتبها فوق تايمز 2 بالشكل ده. الاكسجين ظبط عندي، الأكسجين بقى داخل 2 وخارج برضو اهو 2، فخلاص يبقى كده 2 و 2، يبقى هو كده الايكويشن كلها اتظبطت. تمام، تمام. ده أنا بالنسبة مش فاهم ده. مش فاهم الوزن ولا مش فاهم الايكويشن نفسها. هو المفروض اللي تحت ده أنا بعمله علشان الإيكوليبريوم عشان نوازن المعادلة يا زياد. حضرتك ميسي ينفع تعديل تاني عشان أنا مش حاضر حاضر تمام. بص يا زياد، انا عندي ال substitution reaction اللي احنا بدأناه ده، بيقول ان في metals بتقدر تاخد مكان elements تانية في ال compound بتاعها. يعني انا مثلا عندي ال H2O اللي هي الووتر، يقدر ان metal ياخد مكان H من ال 2H، مش المية H2O. أي فلو دخل معاها ميتال يكون سترونج شوية زي الصوديوم، يقدر ياخد مكان H من دول ويطرد ال H التانية بره. فأنا هفترض إن تمام. دي H و O و H بالشكل ده، فال NA ديت هتاخد مكان H منهم، تطردها بره وتقعد مكانها، فيتبقى لي إيه؟ انا هحط ال N ايه مكان ال H، فيتبقى ايه هيبقى ال H التانية وال O. بالظبط؟ يبقى N ايه O H، اكتبها كده بالترتيب زي ما هي N ايه O H. تمام. تمام، بلس في حاجة اتطردت اهي لسه مطلعتش، اللي هي ال H H بالظبط، بس ال H زيها زي الأكسجين، ما ينفعش تقف كده، هي داي أتوميك، فبتقف H2. اول ما تمام. اكتب الايكويشن بالمنظر ده يا زياد لازم اوزنها، لازم اتاكد ان النمبر اوف اتومز اللي دخلت الرياكشن اللي هي من الرياكتنتس لهنا قد النمبر اوف اتومز اللي في البرودكتس اللي طلعت. انا بعمل التيبل ده عشان يسهل لي يعني الدنيا اكتر. لو انت تعرف تعملها بمجرد النظر اوكي، بس ده هيسهل لك الدنيا لو انت بتتلخبط. انا بكتب في التيبل ده كل الاليمنتس اللي دخلت، ال ان ايه دخل، ال اتش وال او، وبكتب النمبر اللي دخل واللي خرج. ال ان ايه دخلت كام؟ ادي برافو. وخرجت 1 بار وان برضو. طب ال اتش ال اتش كانوا 2، وخرجت، هو اللي خرجوا بحسبهم في ال ان اي او اتش ولا في كله؟ لا في كل اللي خرج، كل اللي خرج كده 3. 3. ال O ال او كان 1 وخرجت 1 برضه. 1 برضه. فبالتالي بقدر احسب، بقدر ان انا كده عايزه اوزن ديت، ده مظبوط خلاص مش هاجي عنده، ده مظبوط مش هاجي عنده، فهظبط ال H. انا ال H بالنسبه لي عايزه اوصل الرقم ده لده، فاقل رقم ينفع اضرب فيه يا زياد هو ال 2، فهعمل تايمز 2 واشوف ايه اللي هيحصل معايا، هل هبقى كده وزنت ولا لسه. فانا هنا مثلا هعمل تايمز 2 بالشكل ده، فهتكون عندي كام اتش دخلت؟ كده 4. بالظبط كده، كده دخل 4. طب وخرج لسه 3، طب ازود ال3 دي اخليها توصل لل4 ازاي؟ هعمل الكومباوند ده كله تايمز 4، تايمز 2 سوري، فهيكون عندك هنا 2 هنا دخلت، لان ال 2 دي بتتوزع على كل الكومباوند، على ال ان اي وعلى ال او وعلى ال اتش، فهتكون هنا دخلت 2 اتش بلس كمان 2 اتش برهم، فيبقى كلهم على بعض كام؟ كده بقى هو 4. بالظبط، يبقى انا كده ظبطت ال اتش صح؟ ايوه وال او كمان اتاكد ان هي اتظبطت ما اتلخبطتش معايا، ال او دخلت اهي 2 وخرجت برضو كام؟ خرجت 2. 2، يبقى كده اهي اتظبطت 2 وخرجت 2.
اللي الان بعد ايه برضو كانت، خرجت لا من الان ايه 1 خرجت 2، بالظبط، يبقى اعمل هنا ايه؟ هعمل هنا تايمز 2. بالظبط كده، هعمل هنا تايمز 2. فهمت؟ ايوه تمام، فهمت يا فرح؟ ايوه تمام. تمام. ده بالنسبة لأول اكزامبل عليكم في substitution reaction. طبعا الريأكشن ده بيبقى قوي جدا، فبيطلع منه كمان وجاز الهيدروجين بالشكل ده، بقدر ان انا اقول عليه ان هو اقدر، يعني لو حد قال لكم ازاي نعرف ان ده هيدروجين جاز، الهيدروجين جاز دايما بيرنس with a pop sound، زي ما كنا بنقول كده على الكربون دايوكسيد جاز، ان من ضمن صفاته ان هو تيرب او تيربت ذا لايم ووتر، ده بيعمل بيرن with a pop sound. ندخل على اللي بعده ولا في اي اسئله؟ لا لا تمام. تمام. تمام، بعد كده ناخد الميتال لما يعمل سبستيتيوت للهيدروجين، بس المره دي في ديليوتد اسيد. وعندكم في المره دي 3 اكزامبلز، 3 اكزامبلز ل 3 ميتالز، كل واحد فيهم بيدخل مع الهيدروكلوريك اسيد، ولتحديدا بيكون ديليوتد يعني مخفف. فانا بجيب 3 شيتس ايكوال سايز من الزنك والالومنيوم والكوبر، وبحطهم مع ال HCl. تعالوا كده نرجع تاني للكيميكال اكتيفيتي سيريس. الكيميكال اكتيفيتي سيريس اهي زي ما احنا شايفين، انا عندي اللي تحت الهيدروجين، ركزوا فيهم كويس جدا لان هنحتاجهم دلوقتي. اللي تحت الهيدروجين يا زياد ما يقدروش ياخدوا مكانه، لكن اللي فوقيه يقدروا ياخدوا مكانه عادي. يعني انا لو عندي HCl او H2O، كل اللي فوق دول ياخدوا مكان الاتش عادي جدا، لكن اللي تحت الاتش ما يقدروش ياخدوا مكانه لان هو اللي اقوى منهم. يبقى انا عندي تحت الاتش كوبر وميركوري وسيلفر وبلاتينيوم وجولد. نرجع تاني للرياكشن اللي احنا كنا فيه، انا عندي ميتال او اكتيف ميتال مع اسيد، المفروض يديني السولت بتاع الاسيد ده على حسب الميتال اللي عندي. يعني مثلا لو صوديوم فهيديني السولت بتاع الصوديوم مع الاسيد طبعا، بلس ان الهيدروجين جاز طبعا هيطرد بره الكومباوند ده وهيطرد بره الاسيد، فهيطلع كده ايفولفس عادي. جبنا زنك والومنيوم وكوبر، وهنشوف مين فيهم هيعمل ايه. طبعا كلهم لازم يكونوا لي سولت، وكلهم لازم يطلعوا لي كمان هيدروجين جاز. تعالوا نفتح البورد ونعملهم احنا لوحده. انا كان عندي الاكزامبلز بتاعتي كوبر وزنك والمونيوم. سيبنا من الكوبر ده خلي الاخر، وزنك والمونيوم. خلينا نبدأ بالالمونيوم. انا مدخله الالمونيوم بالشكل ده بلس الهيدروكلوريك اسيد لو يتكتب اتش سي ال، اي اسيد لازم يبدا باتش على فكره، هيدروكلوريك اسيد يبقى اتش سي ال. المفروض ان الالومنيوم مور اكتف ولا ليس اكتف زان الهيدروجين؟ كان تحتيه ولا فوقيه؟ الألمنيوم فوقيه. ممتاز. أيوة برافو، فكده هيقدر ياخد مكانه عادي صح؟ أيوة يبقى ال AL ده ياخد مكان ال H، يطردها وياخد مكانها، وال H تطلع بره لوحديها H2. يبقى هتبقى الكومباوند عندي يطلع ايه؟ اسمه ايه؟ ALCL. برافو، ALCL. بس انا عايزه اظبط الفالنسي، لانه الفالنسي كده مش صح على فكره. المفروض ان ده يبقى اسمه بالانجلش الومنيوم والله كلورايد، فاكتب كده عشان اظبط الالومنيوم اي ال والكلورايد سي ال. الفالنسي بتاع الاي ال ايه؟ مون ولا داي ولا تروي؟ تروي برافو. والسي ال؟ مونو. برافو. ابدل بالشكل ده فهتبقى اي ال اي ال سي ال ايه CL3 سي ال 3، فهكتب هنا 3. تمام،
ده بالنسبة لي طبعا ده السولت بتاع الأسيد اللي طلع لي، وده الهيدروجين جاز اللي هو بيرن ويز أباب ساوند. تعالوا كده نظبط الإكويشن ونشوفها دخلت مظبوطة وخرجت مظبوطة ولا لأ. أمسح ده كل ده. ال AL ودخل عندي H ودخل كمان CL. ال AL دخل كام؟ 1 1. وخرجت 1 ال CL أو ال H الأول، ليش دخلت 1 طلعت وخرجت 2 2 لا دخلت 1 وخرجت 2. طيب ال CL 1 وطلعت 3 برو. انا محتاجة دلوقتي ان انا اخلي ال H 2 واخلي كمان ال CL داخلة 3، وال H وال CL في نفس الكومباوند اختصارا عشان ما نجربش كتير ونتعب نفسنا ونجرب 2 ما تنفعش ونجرب 4 ما تنفعش. لما يكون الـ يعني اللي خرج دول في حاجتين متفرقين بالشكل ده، يعني هما مش مثلا HCl خارجة، لا هما متفرقين ال CL في كومباوند وال H لوحدها في كومباوند بس، وهما داخلين في نفس الكومباوند، فبضرب الرقمين دول في بعضيهم واحطها جنب الكومباوند اللي دخل. فاهمين؟ يعني 2 تايمز 3 كام؟ 6 6، فهحط 6 هنا. 6 فهتبقى داخلة 6H وداخلة كمان 6Cl. يبقى عشان أخلي ال 2 دي توصل لل 6 أعمل تايمز كام؟ 3 أعمل تايمز 3. يبقى 3 أحط ال 3 ديت جنب ال H2 وأخلي ال 3 ديت توصل لل 6 إزاي؟ باي 2 باي 2. يبقى هعمل هنا باي 2. تمام؟ في حاجة عكست عندي، ال AL بقت داخلة 2 و سوري بقت خارجة 2 وداخلة 1، فأنا عايزة أخلي دي 2. يبقى أعمل إيه؟ تايمز نعم. 2 تايمز 2 برضه بالشكل ده، فهتبقى 2AL بلس 6HCl يدينا 2ALCl3 بلس 3H2. نعيد تاني؟ نعيد الإيكويشن دي مرة تانية. تمام؟ ماشي ماشي. تمام انا دخل عندي AL ودخل عندي HCl، فهيخرج ان ال AL ده طبعا بما انه more active من ال H فهياخد مكانه، فهيخرج عندي صوديوم سوري ألمونيوم كلورايد. الألمونيوم كلورايد احنا لسه متعلمين ان احنا هنكتب ونبدل الفالنسي، عارفين الخطوة دي ولا عيدها تاني؟ لا تمام تمام طيب AlCl3 بلس ال H2 هتطلع. نيجي بقى لخطوة الوزن، AL و H و CL. ال AL دخلت 1 خرجت 1، ال H دخلت 1 خرجت 2، ال CL دخلت 1 خرجت 3. نركز كده في اللي طالع، ال CL وال H خارجين متفرقين وفي نفس الوقت هما دول اللي فيهم الشغل، هما دول اللي انا عايزه اظبطهم، وفي نفس ذات الوقت برضو هما داخلين مع بعض في نفس الكومباوند، يعني ينفع انا لو حطيت رقم هنا هيظبطهم هما الاثنين. فاسهل لي واسهل لكم بدل ما انا افضل اجرب اعمل تايمز 2 ما تطلعش فامسحها واعمل تايمز 3 اعمل تايمز 4 تايمز 5 فمش هتنفع. فاسهل لكم واسهل لي ان انا هضرب الرقمين دول في بعض هيطلع لي الرقم اللي المفروض احطه هنا، ده في الحاله ان هما الاثنين متفرقين بره ولكن هما الاثنين في نفس الكومباوند جوه، يعني وهما داخلين مع بعض خرجوا متفرقين ساعتها اضرب رقمهم في بعض بالظبط كده. فالرقمين هنا يبقوا ايه؟ 2 تايم 3 هتطلع ب 6 بالظبط 2 تايمز 3 هتطلع ب 6، فانا المفروض احط 6 هنا، فهيبقى دخل عندي 6 اتش و6 سي ال. اظبط بقى اللي خرج لان اللي خرج كده لسه ما اتزودش. ال 3 عشان توصل ل 6 بعمل تايمز كام؟ 2. وال 2 عشان توصل ل 6 3 3، فهتبقى برضو خرجت 6 وهنا خرجت 6، فهبقى كده ظبطت ال H وظبطت ال CL.
اتبقت عندي ال AL اتلخبطت، بعد ما كانت خارجة 1 عادي وداخلة 1 خرجت 2، بس داخلة 1، يبقى اعمل فيها ايه حط 2 قبل ال AL. بالظبط كده؟ اعمل تايمز 2 فهتبقى داخلة 2 عادي وخرجت 2، فهمت؟ تمام تمام يا زياد، تمام يا فرح. تمام هي فرح خرجت من الميتنج ولا ايه؟ ايوه تمام ايوه ماشي تمام، ممكن يكون النت عندها مش احسن حاجة. طيب نكمل. كان تاني اكزامبل عندي زد ان اللي هي الخرسين او اللي هو الزنك، يعني الزنك اللي هو زد ان مع الديلوتد اسيد بيحصل فيه ايه؟ انا عندي زد ان اتش سي ال، المفروض ان انا الزد ان كانت فوق الهيدروجين ولا تحتيه في الكيميكال اكتيفيتي سيريز؟ الزد ان اللي كان فوقيه كانت فوقيه، فكده تقدر تاخد مكانه، اي يبقى الزد ان تاخد مكان الاتش، فيطلع لي ايه؟ زد ان تبقى زد ان سي ال برافو. بس ده ولا هتبقى يطلع بره مظبوطة الاتش. او هيخرج طبعا H2، برافو. بس الكومباوند ده انا مش مظبطة البالانس بتاعه، انا لازم اتأكد. انا حتى لو متأكدة ولو انتوا متأكدين تأكدوا تاني، اكتبوا الكومباوند بالشكل ده واظبطوا البالانس بتاعه. زنك كلورايد زد ان سي ال، البالانس بتاع زد ان ايه؟ الفالنس بتاعت الزنك ايه؟ الزنك كان داي ولا مونو ولا تروي؟ أظن داي. مونو داي. والسي ال مونو مونو، الشيء مونو برافو. فهبدل بالشكل ده، فالزد ان مش هتاخد رقم، فهتبقى زد ان سي ال 2، يبقى انا كان لازم احط هنا 2، فهمت؟ تمام. وانا ما حضرتهاش عشان النت كان قطع عندي اصلا. اوكي هقولك، احنا بس كل اللي قلناه ان الزد ان كانت فوق في الكيميكال اكتيفيتي سيريز كانت فوق الهيدروجين، فكده هي قدرت تاخد ال سي ال، قدرت تاخد مكان ال اتش سوري، فبقيت زد ان سي ال. الفورمولا دي انت حضرتيها، زد ان سي ال 2، عرفتي جبناها ازاي؟ لا هو الكومباوند اللي هيطلع عندي يا فرح اسمه زنك كلورايد، تمام بما ان خلاص الزد ان خرجت طردت ال اتش فاخدت مكانها، فبقى اسمها صوديوم كلورايد، سوري زنك كلورايد. فالزد ان هتنزل كلورايد اللي هي سي ال، الفالنس بتاع الزد ان داي، ايه ضاي والسي ال مون مونو، فانا ببدل الفالنسز بالشكل ده، فبتبقى زد ان واخده 1 فمش هكتب معاها حاجه، والسي ال تبقى سي ال 2. دي الفورمولا يعني بتاعت الزنك كلورايد. تمام. تمام طيب ده بالنسبه للفورمولا، تعالوا بقى نتاكد من، وطبعا خرج ال H2 اتطرد زي المره اللي فاتت يا فرح، زي الايكويشن اللي قبلها. تمام طيب تعالوا بقى نوزن الاكوليبريم الاكويشن زي ما احنا متعودين. انا عندي زد ان دخلت، لو الميتنج قفل هندخل على نفس اللينك تاني، تمام زد ان و اتش و سي ال. زد ان دخلت كام؟ ون وطلعت ون وال اتش ون وطلعت تو 1 وطلعت 2، و ال سي ال ون وطلعت 1 وطلعت طلعت تو 2. انا دلوقتي محتاجة اوصل ال Z N ال H وال C L بالشكل ده، اخليهم نفس اللي خرج، يعني هو دخل هنا C L 2 فهعمل هنا في 2،
والاتش خرجت 2 فهعمل هنا في 2. ما عملتش المرة دي ليه زي المرة اللي فاتت وضربت دول في بعض؟